بمناسبة كلامنا عن كأس العالم، من اللقطات الحزينة إلى حد كبير، وخصوصا بالنسبة لعشاق هذه الظاهرة الكروية الغير متكررة كريستيانو رونالدو. كلنا طبعا تابعنا اللقطات خروجه وهو منهار من البكاء طبعا عقب الخسارة وعقب خروجه بطبيعة الحال هو البرتغال من النسخة دي من المونديال. كريستيانو رونالدو أصدر بيان رسمي تعليقا على خسارة فريقه أمام المغرب في دور الثمانية، ورونالدو قال: كان الفوز بكأس العالم للبرتغال هو أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحا. فزت لحسن الحظ بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي بما في ذلك البرتغال، وقال كمان: لقد قاتلت من أجل ذلك، لقد نضلت بشدة من أجل هذا الحلم في المباريات الخمسة التي شاركت فيها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عاما، كنت دائما بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي، لم أدر وجهي أبدا عن القتال ولم أتخلى أبدا عن هذا الحلم. وقال كمان: للأسف انتهى الحلم بالأمس، أريدكم جميعا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل وكتب الكثير وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفانية للبرتغال لم يتغير أبدا، كنت دائما مناضلا من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي. وختم رسالته وقال: ليس هناك الكثير لقوله الآن، شكرا لك البرتغال، شكرا قطر، كان الحلم جميلا، الآن نأمل أن يكون الطقس جيدا ويسمح لكل شخص باستخلاص استنتاجاته الخاصة. طبعا في إطار عام من الشجن والحزن أكيد في الكلمات اللي هو كتبها في البيان الرسمي اللي أصدر. ماشي، بيان يعني ما فيهوش قوي حاجة تقدر أن أنت تعلق عليها، هو بيتكلم في العموم. بس اللقطات اللي ما عجبتنيش يا كريم هي فكرة البعض اللي قاعد يعني يتريق يسخر يعلق بشكل سلبي على لقطة كريستيانو وهو بيعيط لا معلش، ده برضو كريستيانو رونالدو، بغض النظر ان احنا كنا مع المغرب وفرحانين وسعداء بالانجاز التاريخي فعلا، وهو تاريخي اللي بتحققه دولة طبعا. المغرب ومنتخب المغرب اللي عن استحقاق بالمناسبة، لكن برضو ده ملوش علاقة ان انت تقلل من تاريخ لاعب زي كريستيانو رونالدو. صحيح. يعني صحيح. كان في سخافات بصراحة، وانا هقول سخافات على السوشيال ميديا ملهاش اي معنى. يعني وفين بقى كريستيانو؟ هو ده كريستيانو؟ لا معلش انت بتهزر كده. يعني دايما في ناس من الفئه دي اللي بتحب تزيط اي كلام بقى اي طبعًا. كلام فاهم. فده تاريخ كبير جدا، ده لاعب زي ما بيتقال لن يقرر الا نادرا، مرات قليله قوي اللي بيتكرر حاجه زي كده. وما زال برضو كريستيانو رونالدو على المستوى الانساني من افضل اللعيبه، وده مش عشان انا برضو بحبه يا كريم، بس انت تعالى كده اعمل سيرش على كريستيانو رونالدو كلاعب لطيف، كلاعب عنده انسانيات، كلاعب عنده دعم لكل الفئات بغض النظر عن دينها عن لونها عن جنسها عن سنها، شخصيه محترمه وشخصيه جميله، انا مش بدافع عنه، بس الراجل ده لا يستحق ابدا بعد كل التاريخ ده ان انت تيجي تقعد تسخر منه. وبص بص يعني حاجة كانت بتدل على صاحب التويتة أو صاحب الستيتس اللي هي مكتوبة بصراحة، مش تدل على كريستيانو رونالدو أبدا. يعني كل واحد حديثه بيعبر عن نفسه أكيد. مش عن الآخر أكيد.